بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنعرض أيها الإخوة أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذه الليلة، ليلة 21 من شهر شعبان من عام 1422. صاحب الفضيلة سائلة تقول: امرأة حجت وعندما أرادت أن ترمي الجمرة قال المرافقون لها: نحن نؤدي عنك الرمي، وذلك من أجل الزحام عند الجمرات، ورموا عنها وهي غير راضية، وقالت من الغضب: الله يلعنكم 70 لعنة. ثم قالت في اليوم الثاني ورمت الجمرة الأولى والثانية. السؤال: هل رميها صحيح؟ وهل عليها شيء فيما صدر عنها من اللعن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أما ما صدر منها من اللعن، هذا خطأ وذنب، عليها أن تستغفر الله تتوب إليه، لا سيما وهي في الحج. الله جل وعلا يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا خطأ عظيم، عليها التوبة إلى الله عز وجل، وأن تستسمح من صدر في حقهم هذا منها، إذا أمكن ذلك. وأما رمي الجمار أنهم رموا عنها وهي لم ترضى، هذا خطأ منهم، لأنه يشترط في التوكيل أن يكون الموكل راضيا بالوكالة، فهم أخطأوا في هذا. الواجب عليهم أنهم لما رأوا أنها لم ترضى بالتوكيل أنهم يمكنونها من الرمي، فكلا الفريقين أخطأ، لا هم ولا هي. وأما الرمي فلا ندري ما صفة رميها في اليوم الثاني، هل هي بدأت من الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى، فلا بد من الترتيب. إذا كانت بدأت من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الأول، ثم رجعت وبدأت من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني، هذا صحيح. أما إذا كانت أخلت بالترتيب فالرمي غير صحيح، وعليها فدية واحدة تذبحها في مكة أو توكل من يذبحها، توزع على فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: بعد أيام قلائل يا صاحب الفضيلة سوف نستقبل شهر رمضان المبارك، فما توجيه فضيلتكم للذين يستقبلونه بالتمثيليات والأغاني والسهر إلى ساعة متأخرة من الليل والنوم عن بعض الصلوات أو عنها جميعها؟ لا شك أن المسلمين يستقبلون شهرا عظيما مباركا، وموسما من مواسم المغفرة، مواسم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، والواجب على المسلمين أن يستقبلوه بالتوبة والاستغفار والفرح والسرور بهذه النعمة، هذا هو الواجب. وأن يستغلوا أوقاته بالطاعات من الذكر وتلاوة القرآن وصلاة التراويح والتهجد في آخر الشهر، وأن يزيدوا من النوافل، ومن تمكن من الاعتكاف في العشر الأواخر
فإن هذا عمل عظيم، سنة نبوية، هذا هو الواجب، لأنه فرصة للمسلم لا يضيعها في غير فائدة أو في معصية. فيجب أن ينزه رمضان عن هذه التمثيليات، هذه المسرحيات والمضحكات التي تشغل الإنسان عن ذكر الله وتؤثمه. وما أظن هذا العمل إلا مخطط من الفساق أو من الكفار لأجل أن يشغل المسلمين وأن ينتهكوا حرمة هذا الشهر بهذه الترهات وهذه الأباطيل. فيجب على المسلم لا يلتفت لهذه التمثيليات وهذه المضحكات وهذه الواجب أن تكون البرامج دائما وأبدا برامج مسلمين يستفيدون منها في دينهم ودنياهم، هذا هو الواجب. وفي رمضان بالخصوص يجب أن تكثف البرامج بالتوجيهات الدينية والإرشادات والتذكير والموعظة وما ينفع الناس، هذا هو الواجب. نسأل الله أن يوفق القائمين على وسائل الإعلام، يوفقهم للانتباه لهذه الأمور، وأن لا ينخدعوا بما يمليه أهل الشر لهذه البرامج الضائعة المضيعة للناس. هذا الذي نطلبه من إعلاميين ومن إذاعاتنا ووسائل إعلامنا، أن تكون وسائل إعلام إسلامي، أن تكون وسائل إعلام تتمشى مع وسائل الإعلام الخارجي الضائع الذي لا يحترم مواسم العبادات. تنبه المسلمون لمثل هذا، هذا هو الواجب. وما ويجب على الناس أن لا يتابعوا هذه الأشياء ويسخروا ولا يسخروا عليها، لأنها مضرة وفتنة وشر، أن لا يتابعوها وأن لا يلتفتوا إليه، وأن لا يتركوا أولادهم ونساءهم يتابعون هذه الأشياء، أنها من الضرر البين الواضح. هذا ما يجب على الجميع، تواصي بالحق، تناصح، واحترام هذا الشهر، والاستفادة من أوقاته بما يصلح الأحوال وبما يكسب الأجور وبما توفر به الذنوب، هو الواجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الثلث الآخر من الليل ومتى يبدأ؟ الثلث الآخر من الليل معروف، لأن الليل ثلاثة أثلاث: الثلث الأول ثم الأوسط ثم الثلث الآخر، وتعرف بدايته من تقسيم الليل، والليل يختلف باختلاف الفصول طولا وقصرا، يقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قسم على ثلاثة أقسام، كل قسم يسمى ثلثا: ثلث الأوسط، ثلث الأخير، ثلث الأول، وأفضله الثلث الأوسط، جوف الليل، جوف الليل. وكذلك الثلث الأخير وقت السحر، ومستغفرين بالأسحار، بالأسحار هم يستغفرون. فيجب الثلث الأوسط والثلث الأخير، ومن أخذ من الثلث الأوسط السدس يأخذ السدس من الثلث الأوسط ويأخذ السدس من الثلث الأخير، يكون هذا جوف الليل وآخر الليل، جوف الليل وآخر الليل، يجتمع له الفضيلة جوف الليل وآخر الليل. وهذا قيام داود عليه السلام، كان داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه،
هكذا كان داود يوافق جوف الليل ويوافق آخر الليل، يأخذ السدس الأخير من الثلث الأوسط والسدس الأول من الثلث الأخير ويقوم بها هذه الفترة، ويكون جمع بين ثلث الليل وبين جوف الليل وبين آخر الليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في المجالس واللجان الشرعية التي تجعلها البنوك لدراسة المعاملات البنكية، وهل تعتبر فتاوى هذه اللجان معتبرة لا حرج على المسلم من الأخذ بها؟ هذا مسألة في الذمة، وتحتاج أن المسلم لا يستعجل، والمعروف عن البنوك أن غالب معاملاتها ربوية، أنها لا تتقيد بالمعاملات الشرعية لأنها تستورد أنظمتها من الغرب ومما يفعل بالغرب، فهي الغالب عليها التعامل بالربا. وهذه اللجان الشرعية هذه عليها مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن على المسلم لا يطمئن إلا إلى ما تطمئن إليه نفسه، البر ما حاك في نفسك، الإثم ما حاك في نفسك، كرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك، الإثم ما حاك في نفسك، تردد في الصدر وحاك في النفس. المسلم إذا لم يطمئن لا يقول فتاوى اللجنة، أو لا، اللجنة ما تنجيه أمام الله يوم القيامة، وهي مسؤولة عن فتاواها، لكن أنت مسؤول أيضا عن تصرفك، فإذا لم تطمئن فلا تأخذ بها. اللي ما تطمئن له نفسك، ألا يرتاح له ضميرك، هذا لا تأخذ به، ترددك فيه هذا دليل على أنه إثم. نعم. واللجنة ما تعفيك يوم القيامة من الإثم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: شخص أجريت له عملية في عينيه وأثناء السجود يحس بألم شديد، السؤال: هل يؤدي الصلاة كاملة وهو جالس، أم يقوم ويركع ويرفع من الركوع، وعند السجود يجلس ويومئ إيماء؟ صلي على حسب حاله وما يسهل عليه، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يومئ بركوعه وسجوده، ويجعل ركوعه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه بالإيماء. يعني إذا كان يقدر على القيام يقوم، إذا كان يقدر على القيام لكنه لا يقدر على السجود على الأرض فإنه يقوم ثم يجلس ويومئ بالسجود وهو جالس، وكذلك الركوع إذا كان ما يستطيع الركوع والانحناء يومئ بالركوع وهو واقف. أما إذا كان لا يستطيع لا القيام ولا الركوع ولا السجود فإنه يجلس بكل صلاته ويومئ بركوعه وسجوده، ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي الأسباب المعينة على حسن الخاتمة، وكذلك الأسباب المعينة على الثبات في طلب العلم؟ أسباب الدعاء أولا، الإكثار من الدعاء حسن الخاتمة، يكثر الإنسان من سؤال حسن الخاتمة، وثانيا يستمر على الطاعة، لأن من عاش على شيء مات عليه، يستمر على الطاعة وعلى المحافظة على فرائض الله وعلى تجنب محارم الله من أجل أن يختم له بخير، هذا سبب. وثالثا لا يغفل عن الموت، توقعه كل لحظة وكل ساعة لأجل أن يكون على استقامة وعلى تأهب
يأتيه الموت وهو على أحسن حالة وأحسن خاتمة. الخاتمة ما تدري متى، ما تدري في أي لحظة تكون هي الخاتمة، فاجعل كل لحظة لحظة طاعة وعبادة واستقامة. وإذا كان عندك ذنوب تب إلى الله، بادر بالتوبة ولا تؤجلها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف تتم محاسبة النفس في رمضان؟ وهل ستقام دروس لفضيلتكم في هذا الشهر الكريم؟ في رمضان ما في دروس، أنتم عارفين إن هذا ما في دروس في رمضان. وأما تتم محاسبة النفس، كل يحاسب نفسه، تذكر أعماله ويتذكر ما صدر منه من الذنوب ومن المخالفات، يتوب إلى الله منها. وكل يعرف نفسه، كل يعرف عمله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة وردت تسأل: هل يجوز إعطاء الزكاة للمستضعفين من المسلمين في أفغانستان؟ الله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الله بينها ولم يكلها إلينا أو إلى أحد، بينها. فالمسلم الفقير أو المسكين يعطى منها في هنا أو في أي مكان، ما دام أنه ينطبق عليه الوصفان أنه مسلم وأنه فقير يعطى من الزكاة في أي مكان، لأنه من المستحقين. وما لم ينطبق عليه هذان الوصفان لا يعطى منها في أي مكان، هنا أو هناك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائلة تقول: امرأة أعطت عني عقيقة ولدي لأنها مقتدرة وأنا لست مقتدر، فهل تجزئ هذه العقيقة أم أنه لا بد أن أرد لها المال على أنه دين لها في ذمتي؟ نعم. يقول: امرأة أعطت عني عقيقة ولدي لأنها مقتدرة وأنا لست مقتدر، فهل تجزئ هذه كعقيقتي أم أنه لا بد أن أرد لها المال على أنه دين لها في ذمتي؟ لا، هذا طيب. إذا أنه عقت عن ولدك، حتى ولو أنك غني، إذا عق أحد عن ولدك بإذنك، عق عنه بإذنك وأجزت هذا، فلا بأس، لا بأس بذلك، أن هذه من العبادات التي تدخلها النيابة، عبادة المالية تدخلها النيابة. فإذا ناب عنك أحد وتحملها وأذنت له بذلك وذبحت العقيقة على الوجه الشرعي، فإنها تجزي. هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو ضابط القرابة الذين أوجب الله علينا صلتهم؟ هل هم الذين ألتقي معهم في الجد الرابع أو الخامس مثلا، أو جميع القبيلة؟ قرابة هم الذين أو الأرحام هم الذين تربطك بهم قرابة نسبية من قبل الأب أو من قبل الأم. من قبل الأب كالأجداد والجدات، من قبل الأب والأعمام والعمات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة وأولاد الأخوات وأبناء الأعمام، هؤلاء كلهم من جهة الأب. وأما من جهة الأم مثل آباء الأم وأمهات الأم، وهم الأجداد والجدات من قبل الأم، ومثل الأخوال والخالات أخوة الأم وأخوات الأم وأعمام الأم وعمات الأم، كلهم من قرابتك. وأنت تبدأ بالأقرب فالأقرب، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ بالأقرب فالأقرب حسب إمكانك، حسب استطاعتك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول الصلاة خير من النوم في أذان صلاة الفجر؟ نعم، هذا السنة، هذا السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا، لكن تقال عند طلوع الفجر، ما تقال في الأذان الأول أو الأذان الذي قبل الفجر، ما تقال فيه لئلا تغر الناس يصلون يظنون الفجر قد طلع، وإنما تقال هذه في الأذان الذي هو عند طلوع الفجر، من أجل أن يصلي من يريد الصلاة من المرضى ومن النساء في البيوت، ويتوجه الأصحى من الرجال إلى المساجد، يعرفون أن الفجر قد طلع فيتوجهون إلى المساجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: رجل صلى ركعتين من الراتبة القبلية للظهر ثم أقيمت الصلاة، فهل يجوز له أن يصلي الراتبة التي بعد صلاة الظهر مع الراتبة التي بقيت وهي ركعتان بسلام واحد؟ نعم. يقول: رجل صلى ركعتين من الراتبة القبلية للظهر، نعم، ثم أقيمت الصلاة، فهل يجوز له أن يصلي الراتبة التي بعد صلاة الظهر مع الراتبة التي بقيت وهي ركعتان بسلام واحد؟ يجوز أنه يتطوع في النهار بأربع بسلام واحد، ولكن الفصل أحسن أن يصلي ركعتين ركعتين، لأن في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالفصل في كل ركعتين بسلام هذا أفضل وأحسن. وإلا ذكر العلماء أنه يجوز أنه يتطوع في النهار بأربع كالظهر بسلام واحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أبناء الزوج محارم لأم زوجته الثانية؟ لا، أبناء الزوج ليسوا محارم لأم زوجة أبيهم الثانية، بل هم عنها أجانب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال يقول فيه صاحبه: نعم، أعد العبارة. يقول: عفى الله عنك، هل أبناء الزوج محارم لأم زوجته الثانية؟ لأم زوجته إيه؟ الثانية لا، ليسوا محارم لها، ليسوا محارم لها، وإنما هم محارم لزوجته الثانية فقط، أما أمها فهي أجنبية منهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول فيه صاحبه: هل يجوز نتف شعر اللحية وشعر الأيدي والأرجل؟ سبحان الله، كيف هذا؟ شعر اللحية لا يجوز نتفه، ولا يجوز حلقه ولا قصه، يجب إعفاء اللحية وعدم التعرض لها، هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما شعر الأرجل وشعر الصدر وشعر الجسم يجوز إزالته بأي وسيلة تسهل عليك، شعر الجسم الصدر والظهر والساقين يجوز أن تزيله بأي وسيلة، هذا مباح إزالته. وأما العانة، شعر العانة وشعر الأبط، فهذا السنة إزالته، هذا يسن بل يجب إزالته، لأنه من خصال، لأن إزالته من خصال الفطرة، تجب إزالة شعر العانة وشعر الأبطين وقص الشارب، هذا يجب لأنه من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الشعور على ثلاثة أقسام: شعر يجب إزالته وهو شعر الآباط وشعر العانة والشارب، لا يطول يقص ويحفى، وشعر يحرم إزالته وهو شعر اللحية لا يجوز إزالته، وشعر يباح إزالته وهو شعر الرأس، يجوز الإنسان يحلق رأسه أو أن يقصه
كله ما هو يحلق بعضه ويقص بعضه ويخلف بل كله. وكذلك شعر الجسم مباح له إزالته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نشكو إلى الله تعالى تسلط الفساق والمنافقين على المسلمين في الإعلام والصحافة وغير ذلك، وخصوصا في الصحافة، فما هو الواجب على المسلم تجاه هذا الفساد؟ وما دور العلماء وطلاب العلم والدعاة لإيقاف هذه الصحف الفاسدة؟ هذا ليس بغريب، هذا من سنة الله في خلقه الابتلاء والامتحان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه سنة الله سبحانه وتعالى وحكمته، يبتلي العباد بعضهم لبعض. وما الصحافة التي وصفتها وهي الصحافة الفاسدة إلا نوع من هذا الابتلاء والامتحان، والواجب على العلماء إنكار ما فيها والرد عليه، الواجب الرد على ما فيها من مقالات فاسدة ومن والتنبيه على ما فيها من دعايات ضالة، هو الواجب على أهل العلم، والواجب على عامة الناس أن يتجنبوها، الواجب على عامة الناس أن يتجنبوها ولا يقتنوها ولا يدخلوها في بيوتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. امرأة تقول وهي صغيرة في أحد الرمضانات أمرتها أمها على نهاية العادة بالصيام، ولم تكن متأكدة ساعة إذن هل طهرت أم لا، ماذا يجب عليها؟ إذا كانت حائضا فإنها لا تصوم حتى ينقطع الدم وترى الطهر والنقاء التام. إن صامت وهي حائض أو صامت وهي لا تدري هل انقطع الدم أو لم ينقطع فإنها تعيد الصيام، تعيد الصيام، لأنها لا تبرأ ذمتها منه إلا بيقين، وهذا صوم هي تشك فيه. هذا إن كان الشك حصل وقت الصيام، أما إذا كان يوم تصوم وهم تيقن أنه طاهر ولكن جاءها شكوك فيما بعد فلا تلتفت إليها، لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر، إنما الشك الذي يؤثر هو الشك الذي يأتي في أثناء العبادة ولم يكن من باب الوسواس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يسأل يقول: ما الأفضل، قيام الليل أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يتعدى نفعه، وأما قيام الليل فنفعه قاصر على الشخص، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة الشرعية وبالحكمة والموعظة الحسنة هذا أفضل من قيام الليل، كذلك طلب العلم تفقه في دين الله أفضل من قيام الليل، لأنه يحصل نفعه للشخص ونفعه للناس أيضا، العالم ينفع نفسه وينفع الناس، أما العابد فإنما ينفع نفسه فقط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن القمر يتعدى ضوءه ويستضيء به الناس، أما الكوكب فضوءه قاصر عليه. فلا شك أن النفع، العبادة التي يتعدى نفعها أفضل من العبادة التي
يقصر نفعها على صاحبها، هذه قاعدة عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: رجل خرج من المسجد لحاجة مثل أن يخرج لشرب الماء ثم يرجع، هل يلزمه أن يصلي ركعتي تحية المسجد؟ لا لا، ما من هو أصلا تحية المسجد ما هي بلازمة، ما هي سنة، ما هي بلازمة، وهي إنما تسن في حق من دخل المسجد يريد الجلوس فيه، فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. أما من خرج بنية الرجوع فهذا في حكم الباقي في المسجد، لا يصلي إذا جاء، هذا في حكم الباقي في المسجد لا يصلي إذا جاء، تكفي الصلاة التي صلاها أول ما دخل، الدخول الأول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما حكم قول الرجل لآخر: حرام علي سجدة لله إذا ذهبت إلى منزلك، وذلك بسبب سوء تفاهم، وماذا يجب عليه إذا ذهب؟ حرام إيه؟ علي سجدة لله. إيه؟ هذا كلام لا يجوز، عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، ولا يحرم السجود، بل لا يحرم المباح، لا يحرم الطعام، لا يجوز تحريم الحلال، وإذا فعله فعليه كفارة يمين، فكيف إذا حرم السجود الذي هو عبادة لله عز وجل؟ فهذا لا يجوز له الوفاء به، وعليه كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: نلاحظ على بعض المصلين أنه يضع أمامه كتابا أو كرتون المناديل سترة له في المسجد، وسؤالي: هل هذا العمل مطلوب شرعا؟ الذي يصلي في الصف، صلي في الصف، هذا سترته سترة الإمام، سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا حاجة إلى أن يضع أمامه سترة وهو يصلي خلف الإمام، حتى لو مر أحد من بين يديه فلا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة له. أما إذا كان يصلي وحده والناس يمشون فلا مانع أنه يجعل أمامه شيء ينبه الناس، علبة المناديل أو كتاب يجعله أمامه إذا كان يصلي وحده والناس يمرون يمشون، أم ما فيه طيب أنه يجعل أمامه شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يسأل: ما حكم النظر إلى موضع السجود في الصلاة؟ النظر إلى موضع السجود في الصلاة هذا هو المطلوب، أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أخشع لقلبه، ولا ينظر إلى ما أمامه ويسرح نظره، فإن هذا يشغله عن الصلاة، فليقصر نظره على موضع سجوده، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في ظل الهجمات الشرسة من أهل البدع على بلاد التوحيد، ما موقف الشاب المسلم من كتب هؤلاء المبتدعة وأشرطتهم وفتاواهم؟ هذا كما قلنا في المجلات والصحف قريبا، من كان عنده علم فإنه يجب عليه أن يرد هذا الباطل، وأن ينبه عليه، وأن يحذر منه، وأما من ليس عنده علم فإنه يتجنب هذه الكتب ولا ينظر فيها، تجنبها ولا ينظر فيها لئلا يتأثر بها أو يأخذ ما فيها يظنه حقا، إذا كان ما عنده علم يتجنبها، إذا كان عنده علم يطلع عليها ويرد عليها ويبين ما فيها ويحذر المسلمين منها، هذا هو الواجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: امرأة اعتادت على أن تلبس العباءة على الكتف، وزوجها ينصحها بلبس العباءة على الرأس، والمبرر لقولها أن العباءة على الكتف
تلبس معها غطاء يغطي الوجه والكتوف كما هي ميزة العباءة على الرأس، فما رأي سماحتكم في هذا القول وهل يوافقها على ذلك؟ هذا خطأ. إذا أرادت الخروج من المنزل إنها تضع العباءة أو الجلال على رأسها لأجل أن يستر رأسها ورقبتها كما يستر سائر جسمها، أما وضعها على كتفيها هذا غلط، لأن الرأس يبقى غير مستور بالجلال أو بالعباءة. وأيضا النساء في هذا الوقت الغالب عليهم إنهن يعبثن بشعورهن ويجمعن ويحزننه، فإذا لم تضع العباءة فإن هذا يظهر ويكون لها كأن لها رأسين، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار نارهما نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني الإبل المشرقية، لأن الإبل إبل المشرق لها سنمان، فهذه المرأة التي جمعت شعرها وربطته وصار له حجم صار كأنه رأس آخر إلى جانب رأسها. فإذا وضعت أولا لا يجوز لها هذا العمل، وثانيا لو وقعت فيه فإنها يجب أن تضع العباءة عليه تستره عن الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة عديدة سألت عن حكم لبس البنطال للمرأة في أماكن تجمع النساء والحدائق العامة، وعن حكم لبس البنطال للمرأة في أمام زوجها خاصة. هذا من الفتن، ما البنطال ما هو من لباس النساء، ليس هو من لباس النساء، بل هو لا يصلح للرجال لأنه يبين حجم الجسم والمفاتن، ولأنه يضيق على المسلم الذي يريد أن يصلي ويركع ويسجد ويجلس، ضيق عليه كما هو معروف من اللي يلبسونه، فليس هو من ملابس الرجال من المسلمين، لا يليق بهم، فكيف بالنساء؟ النساء لا تلبس البنطال بحال من الأحوال، لا عند زوجها ولا عند النساء، لأنها إذا لبسته صارت قدوة سيئة، صارت قدوة سيئة للنساء ويقتدين بها، وهي ليست بحاجة إلى لبسه عند الزوج، ليست بحاجة إلى لبسه عند الزوج، وإنما هو زيادة فتنة فقط، وتعتاد عليها، تعتاد عليه، وإذا لبسته عند الزوج لبسته عند غيره، فهو تتجنبه المرأة على كل حال المسلمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 29 وأنا ولله الحمد مستقيم على دين الله، وسؤالي أن والدي يأخذ دينه أي ربا ويزوجني، هل إذا وافقته على هذا يلحقني إثم رغم أنني أجد نفسي بحاجة ماسة للزواج وأخشى على نفسي من الفتن؟ لا، ما يجوز لك يا أخي توافق على الزواج من الربا، هذا حرام، لا يجوز لك توافق عليه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولا يأخذون أموال حرام ويتزوجون بها، حرام لا يجوز، والربا هو أشد المحرمات، لأن الله توعد عليه بأنواع من الوعيد لم يتوعد على غيره في مثلها، فهو أشد المحرمات من المكاسب، لا يجوز استعماله لا في زواج ولا في غيره، بل عليك بالصبر وطلب الرزق الحرفة إلى أن تجد ما تتزوج به، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وعليك بالدعاء وعليك بالصبر وعليك بعمل الأسباب المباحة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائل يقول:
ما هي صفة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ورد الاستغفار ضمن أذكار الصباح والمساء؟ نعم، الاستغفار مطلوب دائما وأبدا، وفي الصباح وفي المساء وفي الأسحار. والاستغفار طلب المغفرة. وأما صفة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ويراجع في هذا كتب الاستغفار والدعاء، مثل رياض الصالحين، مثل الأذكار للنووي، تراجع في هذا الوابل الصيب ابن القيم، كلم الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية، تراجع الكتب التي تعنى بالأذكار وفيها صيغ استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنوبي أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ويقول أستغفر الله أستغفر الله، ويكرر هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف يصلي من لا يرى ومن لا يسمع، وهل تلزمه صلاة الجماعة؟ نعم. السائل يقول: كيف يصلي من لا يرى ومن لا يسمع؟ يعني أصم وأعمى، يصلي بجنب إخوانه في الصف، ويتحرك بحركاته، يصلي بجنب أخيه في الصف أو هو وإياه إذا كان عنده أحد، يصير إلى جنبه ويتحرك بحركاته، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. وهل تلزمه صلاة الجماعة؟ نعم تلزمه، إذا كان عنده جماعة يصلي معهم، وكما ذكرنا يصير بجنب أخيه ويتحرك بحركات أخيه الركوع والسجود والقيام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: إذا وقع شخص في ناقض من نواقض الإسلام، وجاء شخص آخر وقال بأن هذا الفعل أو القول ليس صادر من قلبه، هل يكون في الحكم سواء؟ هذا ليس من أهل العلم اللي يقول هذا الكلام. واحد فعل شيء من النواقض أو تكلم به، يجيه جاهل ويقول له أنت لم تنوي بقلبك، هذا جاهل ما هو بعالم. النواقض إذا وقع فيها الإنسان قولا أو فعلا أو اعتقادا، إنه يجب عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الدين من جديد. وأما التفريق بين القلب وبين القول والعمل، هذا من أقوال المرجئة، وقلدهم بعض الجهال في هذا الزمان، فلا عبرة به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: ذهبت أنا وزوجتي إلى السوق بين المغرب والعشاء وهي حامل، وحدث عندها نزيف، فذهبت بها إلى مستوصف خاص، وأعطتها الطبيبة إبرة تثبيت الحمل، وقالت: لا تسافرين إلى أي مكان. وفي اليوم الثاني ذهبنا إلى جدة في عيد الأضحى، وبعد أسبوع أصاب زوجتي تعب، وذهبنا إلى الطبيبة وأعطتها أدوية، وقالت: لا تسافر إلا بعد 4 أيام. وبعد 4 أيام سافرنا إلى الرياض، ثم في اليوم الثاني ذهبنا إلى المستشفى وقرر لها عملية إسقاط الجنين، والحمد لله قد غسلناه وصلينا عليه. السؤال: هل علينا كفارة في ذلك؟ نعم، عليها هي كفارة في ذلك، لأنها نصحت إنما تسافر، لأن ذلك يؤثر على الجنين، ولكنها خالفت النصيحة وسافرت، فأثر ذلك على الجنين حتى مات، وأخرج بعملية وهو ميت، يكون عليها كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين
متتابعين لأنها متسببة، قد نصحت وبي الله ولكنها لم تمتثل. نعم، هذا إذا كان الجنين، إذا كان الجنين تم له 4 أشهر فأكثر، أما إذا كان دون 4 أشهر ليس عليها شيء لأنه لم تنفخ فيه الروح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قرأت في كتاب بحوث وفتاوى فقهية معاصرة لأحمد الحجي الكردي هذه العبارة: يحتفل العالم الإسلامي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحتفل معهم في هذا الشهر الكريم، والسؤال: ما تعليقكم حول هذه الجملة علما بأن هذا الكتاب مفسوح ويباع في المكتبات؟ هذا كلام خطأ وتضليل، قوله يحتفل العالم الإسلامي هذا كذب على العالم الإسلامي، ما هو كله يحتفل، إنما يحتفل المبتدعة، أما أهل السنة إنهم لا يحتفلون بهذا لأنه بدعة، فقوله العالم الإسلامي هذا كذب منه، تعميم منه لا يجوز، لأن الاحتفال بالمولد النبوي هذا بدعة، ما فعله الرسول ولا أمر به ولا فعله أصحابه ولا القرون المفضلة، وإنما فعله المبتدعة، المبتدعة بعد القرون المفضلة، وما زال أهل السنة وأهل العلم يحذرون من هذه البدعة. الحمد لله العالم الإسلامي لم يجمع على فعل هذه البدعة، إنما يفعلها المبتدعة فقط. فلو قال يحتفل بعض الناس أو بعض المسلمين لكان له وجه، لأنه صحيح يحتفل بعض المنتسبين للإسلام، لكن تعميمه قوله يحتفل العالم الإسلامي هذا كذب، كذب وباطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ذكرتم في شرح كتاب الصيام أن الصائم لو أفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغرب فإن عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار. السؤال: قد ورد في صحيح البخاري من حديث فاطمة رضي الله عنها قالت: أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فما هو التوجيه؟ توجيه: نعم يجب القضاء لأنه تبين لهم أنهم أكلوا في نهار ولم يتموا اليوم، يجب عليهم القضاء. ولما سئل هشام بن عروة راوي الحديث عن هل يجب، قال: وهل بد من القضاء؟ كونه لم يذكر في الحديث أنهم قضوا لا يدل على أنهم لم يقضوا، كونه لم يذكر أنهم قضوا أو أن الرسول أمرهم لا يدل على أنهم لم يقضوا. وهذا من رواة الحديث هشام بن عروة بن الزبير يقول: أو بد من القضاء، يعني لا بد من القضاء، لأنه تبين أنهم لم يكملوا النهار بالصيام فيصومون بدنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل عنده سيارات وضعها في المعرض. نعم. رجل عنده سيارات. نعم. ووضعها في المعرض ليبيعها المعرض بالتقسيط، وأنا سوف أشتري من سيارات التي في المعرض بالتقسيط، أدفع له 15,000 ريال أي زيادة على سعرها الأصلي وهو 35,000 ريال بحيث يكون المجموع 50,000، فما حكم هذه الصفة؟ أعد العبارة. يقول: رجل عنده سيارات وضعها في المعرض. نعم. ليبيعها المعرض بالتقسيط. نعم. وأنا سوف أشتري سيارة من المعرض بالتقسيط أي أدفع له 15,000 ريال زيادة على سعرها الأصلي وهو 35,000 بحيث يكون المجموع 50,000 ريال. نعم، لا بأس بذلك، الشراء مؤجلا بزيادة عن الثمن الحاضر لا بأس بذلك، لأن الناس ما يبيعون مؤجلا إلا بزيادة، ولو ما في زيادة ما باعوا مؤجلا فيحصل الضرر على الناس اللي ما عندهم شيء. فالبيع بالتقسيط والبيع المؤجل فيه توسعة على الناس، بس يحتاجون هذا.
فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا تكون الزيادة باهظة، تكون الزيادة في حدود المعقول، ما تكون باهظة إلى هذا الحد. يكره، يكره أن تكون الزيادة باهظة وأن تستغل حاجة الفقير فيجحف به البائع، يزيد عليه زيادة كبيرة، هذا فيه إضرار بالمسلم ويكره، لكن أصل البيع جائز ولله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: صليت العشاء ولم أقرأ في ركعة من ركعاتها الفاتحة، فقضيت الركعة في السنة الراتبة، فهل يجوز لي أن أقضيها في السنة الراتبة أم أقضيها في الصلاة نفسها؟ نعم. يقول: صليت العشاء ولم أقرأ في ركعة من ركعاتها الفاتحة، فقضيت الركعة في السنة الراتبة، فهل يجوز لي أن أقضيها في السنة الراتبة أم في الصلاة نفسها؟ لا يا أخي، ما تقضيها في السنة الراتبة، تقضيها إذا سلمت، يعني معناه أنك تصلي مع إمام، إذا كنت تصلي مع الإمام فتكفي قراءة الإمام، إذا نسيت أن تقرأها أو فاتت قراءتها فلا حرج عليك وتكفي قراءة الإمام. أما إذا كنت تصلي وحدك ونسيت الفاتحة في إحدى الركعات فإنك تعتبرها غير موجودة، تعتبر الركعة التي نسيت الفاتحة فيها غير موجودة، وتبني على الركعات الصحيحة وتكمل صلاتك، تكمل صلاتك وتسجد للسهو، فتعتبر التي لم تقرأ فيها الفاتحة غير موجودة، وتبني على الباقيات الصحيحات وتكمل صلاتك وتسجد للسهو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم الحديث، كيف نجمع بين هذا وعن نهيه عليه الصلاة والسلام عن قول لولا؟ هذا ما هو من باب النبي قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فكلمة لولا وكلمة لو ما هي ممنوعة مطلقة، ما هي ممنوعة مطلقة، إذا كانت في مسائل العلم وفي مسائل العبادة وفيها تندم على شيء فات من العبادة والأجر لا حرج في ذلك، إنما تمنع إذا كان القصد منها العتب على القدر والقضاء والقدر. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإذا فلو أصابك شيء يعني بغير ما تريده فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذا لأن فيه لوم على القدر. أما إذا جاءت لو وليس فيها لوم على القدر وإنما فيها لوم على النفس وتأسف على النفس وتأسف على ما فات من العبادة، هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: هل يجوز تكرار العمرة في شهر واحد؟ نعم، يجوز تكرار العمرة في شهر واحد، يجوز تكرار العمرة في شهر واحد. عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة ثم ضايقها الحيض ولم تتمكن من أداء العمرة فأحرمت بالحج وصارت قارنة، فأدت حجا وعمرة معا جميعا، ثم اعتمرت بعد ذلك بأيام لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم. هذه عمرتان متقاربتان، واحدة مع الحج واحدة منفردة، دل على أن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، ألا مانع من ذلك، إلا أن العلماء يكرهون أن تكون العمرة متتابعة في وقت متقارب، يعني مثلا اليوم
يعتمر في اليوم عدة مرات هذا مكروه، لكن يعتمر كل بعد أسبوع، كل بعد نصف شهر، كل بعد شهر، لا مانع من ذلك. طيب نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، شخص يعمل في شركة أرامكو وصارت عليه ظروف شخصية وبقي على تقاعده المبكر عامان، فقال له ادفع تقاعد السنتين مقدما حتى نوافق على التقاعد وتحال عليه، علما بأن الشركات خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية وليس لمصلحة معاشات التقاعد. السؤال: ما حكم هذا المال الذي يقدمه للسنتين، وهل يجوز لي دفعه؟ لا يجوز هذا، لأن هذا يدخل في الربا، أنك تدفع مال وتأخذ أكثر منه في التقاعد. خذ تقاعدك اللي تستحقه يكفي، في بركة، تقاعدك الذي تستحقه خذه. أما أنك تدفع مال من أجل أن يأتيك تقاعد أكثر وأنت لم تمضي خدمة وظيفية تستحق بها التقاعد الكامل، هذا يعتبر من الربا، لأنك دفعت دراهم وأخذت بدلها دراهم أكثر منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سائل يسأل: ما صحة هذا الحديث: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس، وهل جرس جهاز الجوال يدخل في ذلك؟ نعم، الحديث صحيح، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولا تصحب الملائكة بيت صحبة فيه جرس، صحيح. ولكن المراد بالجرس الجرس الذي يؤخذ للتطريب، وأما الجرس اللي يؤخذ للحاجة مثل جرس الجوال، جرس الباب، الاستئذان، لأن الناس صاروا ما يروحون الآن اللي يستأذن إلا بالجرس، لأنهم أدوار وعمارات ولا يصلهم الصوت ولا يسمعون ضرب الباب، صار الجرس الآن ضروري، وهو لم يتخذ للتطريب إنما اتخذ للحاجة. جرس الساعة اللي توقظك آخر الليل هذه لم تؤخذ للتطريب، وإنما أخذت للحاجة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم، ويقول: ما حكم من يؤجر الشقق والمستأجرين يركبون الدش وهو يعلم بذلك وساكت عليهم؟ هذا إقرار للمعصية، إقرار للمعصية، إذا علم بهم ينهاهم ويقول لهم: أنا ما أجرتكم على أنكم تعملون الشيء هذا، فإما أن تمتنعوا وإما أن تخرجوا، أنا لا أرضى بهذا، يعني هذا من إنكار المنكر، فلا يسكت عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قرأت لكم في كتابكم شرح العقيدة الواسطية عند الكلام على صفة الإرادة والمشيئة بأن الإرادة الكونية ترادف المشيئة، لكن قرأت لابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية بأن المشيئة مشيئتان كونية وشرعية. والسؤال: هل قول ابن كثير رحمه الله صحيح؟ وهل هناك نعم، المعروف عن أهل العلم أن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، إنما هي مشيئة واحدة وهي المشيئة الكونية، هذا المعروف عند أهل العلم. فإذا ابن كثير من أئمة السلف، إذا كان أنه ذكر دليلا على ذلك أنه يؤخذ قوله، أما إذا كان ما ذكر دليل يعتبر هذا فيه نظر، الله أعلم، لأن المشهور عند أهل العلم أن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، وإنما هي مشيئة واحدة وهي المشيئة الكونية قدرية. إنما الإرادة هي التي تنقسم إلى قسمين، الإرادة، وكذلك الإذن، الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي، إنك تهدي من تشاء كما قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بشرعه، فالإذن تكون شرعية وتكون كونية. وكذلك الأمر
الأمر يكون كونيا ويكون شرعيا، هذه الأمور التي تنقسم. أما المشيئة ألا أذكر أن أحدا قال إنها تنقسم إلى قسمين. فإذا كان ابن كثير رحمه الله ذكر له سلفا أو ذكر مستندا من الأدلة فهو إمام جليل لا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، قال وضعت طيبا على ثياب الإحرام. نعم. قال وضعت طيبا على ثياب الإحرام في الميقات قبل أن أهل بالعمرة ثم أهللت بعد ذلك، هل علي في ذلك شيء؟ الثياب لا تطيب، ثياب الإحرام لا تطيب، إنما الطيب يكون بالجسم، يكون عن الجسم فقط. فإذا طيبت ثياب الإحرام فيجب عليك غسل الطيب، يجب عليك غسل الطيب، المبادرة بغسل الطيب منها. لكن ما دام من هذا شيء مضى وانقضى وأن تجهل الحكم فلا شيء عليك الحمد لله. لكن في المستقبل لا تطيب ثياب الإحرام، وإذا طيبتها أو وقع عليها طيب فاغسلها حتى يزول الطيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول من المعلوم أن الناس يصلون في هذه البلاد وربما في بعض البلدان الإسلامية العشاء بعد مضي ساعة ونصف تقريبا من وقت صلاة المغرب، ولكن في بلادنا نصلي العشاء بعد مضي نصف هذه المدة تقريبا، فهل يجوز ذلك وهم يقولون إن هذه المدة كافية لمغيب الشفق الأحمر، ثم إن في بلادنا مذهبان رئيسان ومع ذلك فهم متفقون في هذا الشأن أي في هذا التوقيت، وسؤالنا ما سبب الاختلاف الكبير هذا، وهل هناك أقوال في مذاهب أخرى حول تحديد مدة بقاء الشفق في الأفق؟ هذا حدده الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر، لأن الشفق شفقان، شفق أبيض تبقي من شعاع الشمس وشفق أحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر فإنه تجب صلاة العشاء، ووقتها موسع، وقت العشاء موسع، والأفضل يختلف باختلاف الناس. إذا كان الناس يجتمعون في أول الوقت فإنهم يصلونها في أول الوقت، وإن كان الناس يتأخرون فإنهم يصلونها في ثلث الليل، هذا أفضل، ثلث الليل أفضل لمن لم يشق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، ويحب أن تتأخر عليه الصلاة والسلام، لكنه يكره المشقة على أمته. والله ومغيب الشفق يختلف باختلاف الأقاليم، ما هو واحد يغيب الشفق فيها جميعا في وقت واحد، يختلف، مثل مغيب الشمس، مثل ظهور الهلال، يختلف هذا بحسب الأقاليم، وأهل الفلك يعرفون ذلك، وهذا يرى بالعين. إذا غاب الشفق صلوا في أي مكان أنتم، إذا غاب الشفق فصلوا في أي مكان كنتم، ما دام الشفق الأحمر موجودا فلا تصلوا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، شخصان سافر إلى إحدى الدول العربية وفي هذه الدول متحف سياحي يوجد فيه بعض التراث، حيث قام الشخصان بزيارة هذا المتحف وفي المتحف جهاز كمبيوتر مكتوب عليه جهاز تحليل الشخصية للإنسان، وذلك بأن يدفع مبلغ الرمزية فيطلب من الشخص الذي يرغب معرفة شخصيته اسمه واسم أمه، بحيث يضع كفه اليمنى على مكان الكمبيوتر، على مكان في الكمبيوتر مخصص لوضع اليد، ثم بعد ذلك يتم استخراج المعلومات من الكمبيوتر من اسم الشخص واسم أمه والبرج وأفضل أيامه وهل هذا الرجل من الأذكياء وبعض المعلومات مسجلة في ورقة. السؤال ما حكم هذا العمل، وهل يدخل هذا الفعل في الكهانة والعرافة والسحر، وماذا يجب على هذين الشخصين؟ لا شك أن هذا من الشعوذة وأعمال الكهان والذين يدعون علم الغيب،
وهو عمل شيطاني، لا يجوز لهم هذا العمل، ولا أن يقروه ولا أن يرضوا به، لأن هذا هو نفس الكهانة، وهو نفس الشعوذة، وهو نفس ادعاء علم الغيب، وهو عمل شيطاني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أدفع الزكاة لأقارب لي ولكن ظاهر حالتهم جيدة مقارنة بالناس الذين هم في مستواهم، حيث إن أولادهم بالجامعة ولكن لا أعرف دخلهم، فهل يجوز أن أدفع لهم الزكاة؟ لا تدفع لهم الزكاة حتى تعرف أنهم مستحقون لها، وأن دخلهم لا يكفيهم، أن دخلهم لا يكفيهم. أما إذا لم تعلم وهم لهم دخل ولهم أولاد يكتسبون، فلا يجوز لك أن تدفع الزكاة لهم، لأن الزكاة إنما حددها الله جل وعلا للفقراء والمساكين وبقية الأصناف مذكورة في الآية. فما لم تعلم أنه من هذه الأصناف لا يجوز لك أن تدفع له، لأنها واجبة في ذمتك، ولا تبرأ ذمتك إلا بيقين أنك، أو غلبة ظن أنك وضعتها في موضعها الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل: ما الحكم في من مس ذكره من غير قصد وإنما من خلال لبسه لثيابه؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك؟ نعم، إذا مس ذكره بيده بكفه فإنه يبطل وضوءه، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، حديثان صحيحان. وأما حديث إنما هو بضعة منك، هذا قالوا إنه كان في أول الأمر ثم نسخ، وحتى لو إنه لم يثبت نسخه فلا شك أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح أنه يقدم الحاضر الذي يحضر، لأنه أحوط وأبرى للذمة. فلا شك أن مس الفرج باليد مباشرة أنه ينقض الوضوء، سواء متعمدا أو غير متعمد، قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره، ولم يقل متعمدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وسائل يسأل: ما حكم قول الرجل للآخر: أمانة عليك أن تفعل كذا وكذا، وهي بمثابة بالله عليك أن تفعل كذا وكذا، هل يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا حلف بالأمانة، لأنه قد يسقط الواو ويقول أمانة أنك تفعل كذا، يعني والأمانة هذا الأصل، ثم حذف الواو، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويسأل سائل: ما هو الحكم في الرجل الذي يرابي ويجعل القسم الربوي منه زكاة للفقراء والمساكين وينفقه في وجوه الخير، هل هذا الفعل جائز أم أنه حرام؟ هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز أخذ الربا، أخذه للربا حرام، وكونه يتصدق به وهو حرام، هذا لا يجوز. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الخبيث، والمحرم الصدقات. فلا يجوز لهذا الرجل أنه يتعامل بالربا ويأخذ الفوائد ويقول أصرفها في الطاعات، هذا باطل، الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وإذا احتسب هذا من الزكاة فإنها لا تبرأ ذمته، الزكاة ما تدفع من الربا، زكاة الأموال المباحة لا تدفع من الربا، وإنما تدفع من المال المباح، ولا يجزي دفع الربا زكاة عن الأموال. فلا يجوز استعمال الربا بأي وجه، لا يجوز أخذه ولا يجوز استعماله بأي وجه من الوجوه، لأنه خبيث وربا،
لا يجوز للمسلم انه يتعامل بالربا او يتساهل في اخذه ويقول انا اتصرف فيه ولا اكله, انا اعطيه الغير اعطيه الفقراء. تتصدق بحرام كما قال الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. لا يجوز أن الإنسان يتصدق يستعمل الحرام يتصدق به نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والسائل يسأل عن المساهمات العقارية. نعم. يسأل عن المساهمات العقارية. نعم. التي لا أعرف ربحها ومتى تصرف وخسارتها, ولا أقدر على بيعها حتى أزكيها. السؤال: هل أزكيها في كل عام أم أزكيها مرة واحدة إذا صرفت؟ تزكيها كل عام. إذا كانت أسهم في أراضي معروضة للبيع, أسهم في أراضي معروضة للبيع, فإما أن تعمدوا الدلال اللي عنده الأراضي, تعمدونه يزكي كل سنة عن هذه الأراضي, يثمنها ويقومها ويزكيها عن نيابة عنكم, وإما أن كل واحد يزكي نصيبه من هذه الأرض لأنها سلعة معروضة للبيع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: تتكرر على ألسنة البعض عند الغضب أو عند الاستغراب عبارة يا دين الله, فما حكم هذا القول؟ هذا من باب التعجب, كأنه لا ينبغي مثل إطلاق هذا القول لأنه ليس له معنى, مش معنى يا دين الله, هذا ليس له معنى, فينبغي تجنبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أحاول القيام لصلاة الفجر فأضع المنبه وأصلي وأدعو الله عز وجل ولكن لا أستيقظ. السؤال: هل علي والحالة هذه ذنب؟ إيه, يمكن هنا سبب أنك ما تستيقظ, أنك تسهر معظم الليل ولا تستطيع القيام ولو عندك ساعة ولو عندك, فنم من أول الليل, خذ نصيبك من النوم حتى تستيقظ. أنت السبب في هذا, السهر هذا هو اللي سبب هذه الأمور. قد يكون سهر على غير فائدة أو على مضرة, اترك السهر اللي يتسبب عنه عدم قيامك لصلاة الفجر, لأن هذا يتسبب عن فعل محرم هو النوم عن صلاة الفجر. وأن تعلم هذا فبادر بالنوم من أول الليل أو بمدة تكفيك لأخذ حظك من النوم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. امرأة زكت ما لديها من ذهب أعدته للبس, ولكن معظمه لا تلبسه لكبره إلا في بعض المناسبات, ولم تزكه منذ 8 سنوات, وهي الآن مطلقة ومحتاجة إلى بيعه لصرفه على أولادها. السؤال: هل يلزمها زكاة السنين الماضية مع حاجتها الماسة إلى هذا المال؟ إذا كان نيتها من هذا الحلي أنه لللبس فليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم. إذا كان نيتها أنها تلبسه ولو في بعض المناسبات ولو في السنة مرة ليس فيه زكاة, لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال. هذا قول جمهور أهل العلم. من أرادت أن تزكيه من باب الاحتياط باب الاحتياط مفتوح, لكن الإيجاب نقول يجب, لا ما يجب وهو معد للسماء. أما إذا نوت بيعه وعدلت عن الاستعمال فإنها تزكيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عند دخول المنزل إذا لم يكن فيه أحد؟ لا أعلم لهذا أصلا, إنما هذا في التشهد. أما أنه يقال عند دخول المنزل هذا يحتاج إلى تثبت في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا خريج إحدى الكليات الشرعية وأحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل,
ولكن لا أستطيع ذلك بسبب ضعفي في التعبير عن الموضوع الذي أريد. نعم. يقول أنا خريج إحدى الكليات الشرعية وأحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة ما لها هم يا أخي، الدعوة ما هي بهم ولله الحمد، الدعوة عمل خير ولا لا هم. هذا تعبير عصري، هموم الدعوة هم الدعوة، هذا كله تعبير ما له أصل. نعم. لو قال واجب الدعوة أو فضيلة الدعوة كنا أحسن من دول هم الدعوة. نعم. أحسن الله إليك. يقول ولكن لا أستطيع ذلك بسبب ضعفي في التعبير عن الموضوع الذي أريد أن أتكلم فيه، ولكني أقوم بشراء الكتب والأثاثة الإسلامية للعلماء الموثوق بهم وأقوم بتوزيعها، هل يعد عملي هذا من الدعوة إلى الله؟ نعم، هذا إسهام في الدعوة إلى الله، إسهام طيب أنك تأخذ الكتب المفيدة والأشرطة الموثوقة لأهل العلم توزعها على الناس، هذا من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل ومن نشر الخير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هل الربح في التجارة محدود؟ بمعنى أنه هل يجوز للشخص أن يبيع السلعة بضعف ما اشتراها به؟ هذا يتبع السوق، يتبع السوق غلاء ورخصة، والمسعر هو الله.